الثانوي الخامس للمركز الدولي لدعم الحقوق والحريات، وهو يتكلم عن أحوال المدافعين عن حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي: البحرين، السعودية، قطر، الإمارات، سلطنة عمان، والكويت. في البداية هنبدأ بأكبر دولة واخدة حيز كبير في هذا التقرير، وهي مملكة البحرين، حيث كانت أبرز الانتهاكات الموجودة هي حرمان الأطفال من الجنسية البحرينية بسبب مواقف الآباء السياسية، وكذلك استمرار جريمة التعذيب بحق المدافعين عن حقوق الإنسان لإجبارهم على التوقف عن عملهم الحقوقي، وكذلك المنع الجماعي وفرض حظر السفر على مجموعات حقوق الإنسان من حضور الفعاليات الحقوقية، خاصة دورات مجلس حقوق الإنسان، في وقت تسمح فيه لآخرين يتبعون الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والذين يعملون في كيانات تدعمها السلطات الحكومية بالعمل بحرية لتزييف الحقائق وتبييض السجل الحقوقي، وهم يطلق عليهم وصف الجونجو. وكذلك برز حرمان المدافعين عن حقوق الإنسان من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، كما استمر الاختفاء القسري المحدد المدة داخل مبنى التحقيقات الجنائية قبل إحالة المحتجز للنيابة العامة، الأمر الذي لا يمنع من إجباره على الاعتراف بجريمة، كما وتستمر ممارسة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري للمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتلفيق الاتهامات وإحالتهم للمحاكمة بسبب التعبير عن الرأي، كما استمر حجب المواقع الإلكترونية لمنظمات حقوق الإنسان وغلق مواقع الصحافة الإلكترونية التي تكشف الانتهاكات، كما لا يزال المدافعين عن حقوق الإنسان الحقيقيون يعملون وسط الحملات الغير قانونية والتشويه والتحريض والأخبار المفبركة. في عام 2018 انضمت مملكة البحرين للجنة المنظمات الغير حكومية في نيويورك، ومن المتوقع حدوث أول مواجهة علنية رسمية بين المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات ووزارة الخارجية البحرينية بحلول يناير 2019، وذلك لأن المركز يقوم برصد انتهاكات حقوق الإنسان في مملكة البحرين منذ بداية فبراير 2011، ونحن ننتظر المزيد من الأعمال الانتقامية، حيث ستعمل البحرين على منع المركز من الوصول لمجلس حقوق الإنسان بكل ما أوتيت من قوة. ويؤكد المركز أن الحصول على الصفة الاستشارية هو أمر مهم وغاية في الأهمية، ويتمسك المركز بحقه في الحصول عليه، ولكن أيضا من ناحية أخرى فإن كشف الأعمال الانتقامية التي يتعرض لها المركز الدولي وكذلك غيره من منظمات حقوق الإنسان، وهم أربع منظمات، هو أمر لا يقل أهمية أيضا. ويعلن مجلس إدارة المركز أنه يشعر بالسعادة بهذه المواجهة التي فتحت بالفعل آفاق جديدة ومحاور للعمل، حيث ألقى رئيس المركز مداخلتان هامتان في هذا الموضوع، كانت في مارس 2018 في الدورة 37 وفي دورة يونيو 2018 في الدورة 38 بهدف فضح هذه الممارسات. في عام 2018 منذ أيام أعتقد البحرين أبدت رغبتها في أنها تكون عضو في مجلس حقوق الإنسان، ونحن نرحب بزيادة عدد الدول العربية في هذا المجلس، ولكن نحن ندعم دول تحترم حقوق الإنسان، دول عربية تحترم حقوق الإنسان مثل لبنان والمملكة المغربية. المملكة العربية السعودية، رغم السماح المملكة العربية السعودية للمرأة بقيادة السيارات، إلا أن السلطات اعتقلت كل من استطاعت أن تطاله من النشطاء الذين طالبوا مسبقاً للمرأة بحق المرأة في قيادة السيارات، ووضعتهم جميعاً في قضية واحدة في مايو 2018، وأسمتهم خلية، وتركت المجال للجان الإلكترونية المعروفة في مواقع التواصل الاجتماعي بأن تصفهم بالخيانة، وأنهم خونة ومعادون للدولة، وأنهم تعاونوا مع جهات خارجية، وأنهم عملاء للسفارات إلى آخره، كما استمر حظر عمل المدافعين عن حقوق الإنسان وملحقتهم. في دولة الإمارات العربية المتحدة تم إسكات الصوت الوحيد في الإمارات، وهو السيد أحمد منصور، والذي اعتقلته السلطات الأمنية الإماراتية بتهم تتعلق بعمله الحقوقي وبحقه في حرية الرأي والتعبير. في دولة قطر، دولة قطر هي آخر دولة قامت بالتصديق على العهدين في عام 2018،
وقد يكون